لأن القول بأن الصفات هذه الآية آيات الصفات مؤولة ظاهرها غير مراد، إذا قلنا بقولين ظاهرها غير مراد يبقى المعنى هنا بأنها مجملة وتحتاج إلى تبيين، وهذا الذي يدندنون حوله. ويمتنع النبي ألا يظهر ذلك وألا يبينه وأن يكتمه، لما يكتمه؟ وأين وقت الحاجة؟ الحاجة في تلاوته، الحاجة عند تلاوته. وثالثها كما قال المصنف أي الأقوال، يمتنع التأخير في مجمل في غير مجمل المجمل وما له ظاهر. ورابعا أيضا يمتنع تأخير بيان الإجمال فيما له ظاهر. فلا بد أن نفهم هذا الباب على مسائل الصفات. مسائل الصفات لو كانت مجملة لظاهرها لا يجوز أن تترك كذا، لا بد أن يأتي القول فيبينها، أن يأتي القول فيبينها، ولم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، دل أنها ليست مجملة. بعضهم يرى من المتشابهات، والآخرون الذين يعني يحرفون الكلمة عن مواضعه يجعلون بيان ليس بالبيان. فهنا نقول تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاز له أن يؤخر البيان في هذا. نعم. رابعا يمتنع تأخير بيان الإجمالي فيما له ظاهر، مثل هذا العام مخصوص وهذا المطلق مقيد وهذا الحكم منسوخ ببدل وجود المحظور. نعم. بخلاف المشترك والمتواطئ مما ليس له ظاهر فيجوز تأخير بيانهما الإجمالي كالتفصيلي. كان يقال المراد أحد معنيه مثلا في المشترك كالقر أو الشراء أو البيع وشراوه بثمن بسط إن دراهم معدودة، واحد المصادقات في المتواطئ الانتفاع المحظور السابق. وخامسها هذا كله يسرد لنا ما يجوز تأخير بيان عنه. خامسها يمتنع التأخير في غير النسخ لإخبار بفهم المراد من اللفظ، خلاف النسخ لأنه رفع للحكم أو بيان لانتهاء أمده. وقيل يجوز تأخير بيان في النسخ اتفاقا لاتفاق الخلاف بفهم عنه لما ذكر. سادس ولا يجوز تأخير بعض البيان من دون بعض، لأن تأخير البعض يوقع المخاطب في فهم أن المقدر جميع البيان هو غير مراد سيلتبس عليه الأمر بعد ذلك، وهذا ما مفرع على الجواز في الكل أي قيل عليه لا يجوز في البعض لما ذكر. والأصل الجواز والوقوع مما يدل على الوقوع، قول الله تعالى اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فإنه عام فيما هو مخصوص بحديث الصحيحين من قتل قتيلا له بين عليه فله سلبه، ومتأخر نزول عن الآية لنقرأ الحديث كما قال المصنف أنه كان في غزوة حنين وأن الآية قبل في غزوة بدر، وفي قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فإنه الحكم مطلقة، ثم بين تقييدها بما في أجوبة أسئلتهم، يعني قالوا إن البقرة تشابه علينا، قالوا ما لونها، فحصل البيان هنا كامل بأسئلتهم. وهنا يعني فيه تأخير بيان البعض عن بعض، وأيضا لكن عند السؤال تأتي القاعدة تأخير بيان حاجة لا يجوز. وفي قوله تعالى يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فهو يدل على الأمر ذبح الإبل، ثم بين النسخ هنا هذا المراد تبينه الآن، وفديناه بذبح عظيم. وعلى المنع من التأخير تأخير البيان المختار أنه كما قلنا القاعدة هذه مهمة جدا، تأخير البيان حاجة لا يجوز بحال من الأحوال،
وهذا كله أيضا رد على البدع في مسائل الصفات. كل هذا رد على البدع في مسائل الصفات. تأخير بيان نقص الحاجة لا يجوز. وفي الأحكام الفقهية أيضا التي المعيد فيها تأخير بيان نقص الحاجة لا يجوز. وعلى المنع من التأخير المختار أنه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ لما أوحي عليه من قرآن أو إلى إلى وقت الحاجة إلى الانتفاء المحظور. لأن المسألة هنا ليست مسألة بيان، مسألة بلاغ. وقيل لا يجوز لقول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولن تفعل فمن بلغت رسالته، أي على الفور. ولأن وجوب التبليغ معلوم بالعقل ضرورة، فلا فائدة للأمر به إلا على الفور. وفيها تأييد العقل على النقل، وكلام الإمام النازلي والأمدي يقتضي المعنى في القرآن أيضا قطعا، لأنه متعبد بتلاوته ولم يؤخر، ولم يؤخر صلى الله عليه وسلم تبليغه، لم يؤخر تبليغه خلاف غيره، بخلاف غيره لما علم من أنه كان يسأل عن الحب فيجاب تارة بما عنده ويوقف تارة إلى أن ينزل الوحي. يعني هو خلاصة المسألة أنهم يرون أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان، بل تأخير البلاغ، بل تأخير البلاغ. والحق أنا يعني لسنا ممن ينكر ذلك، فللنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، له ذلك تأخير البلاغ للحاجة، تأخير البلاغ للمصلحة، له ذلك. لكن تأخير البيان عقد حاجة لا يجوز، لا يجوز عليه كما فصلنا، لكن يجوز عليه تأخير التبليغ البلاغ في النهاية ويبلغ، لكن وارد المصلحة التأخير فله ذلك مع الخلاف المشهور، مع الخلاف المشهور. طب هذا الثاني. إذن هذا أصول الفقه. وصلنا إلى مسألة البيان، وقواعد مهمة جدا. تأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز، ضربنا مثال على ذلك. تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز، تأخير البيان إلى وقت الحاجة، لأن الإعواز لها هنا عند الفعل، فيجوز تأخير البيان إلى الفعل. نعم يجوز تأخير البيان إلى الفعل، هذه القاعدة تتكلم عنها العلماء، يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. طبعا استدلوا بالقاعدتين، وهذه بقى يعني كيف نوقع الاولى وكيف نوقع الثانيه، القرائن المحتفه والسياق، القرائن المحتفه والسياق. لانه مساله ان الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اهلك، قال ما اهلك، قال وقعت على اهلي في نهار رمضان، قال له هذا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيعتق رقبه، قال ما املك الا رقبتي، ولم يساله عن امراتي قط، ولم يقل له في مسألة امرأته قط. وهذا يعني هنا الشافعية قالوا هذا تأخير بيان وقت حاجة، لأنه ما دام اشترك معا يبقى الحكم واحد، ومع ذلك لم يقل له ولم يأمره بأن تكون. والآخرون استدلوا بها على أن تأخير بيان هنا تأخير بيان لوقت الحاجة، لأنها لم تسأل والخطاب لم يكن لها، فلذلك أخر النبي صلى الله عليه وسلم حكمها لذلك.